This is my love story. It is the only one I have left. إذا انطلقت من فيلم الأنيميشن المقتبس عن رواية عزلة صاخبة جدا لعرفكم اليوم على روائي من الضروري أنه تتعرفوا عليه وهو الكاتب تشيكي بوهميل هربال، الكاتب يلي يعتبر واحد من أهم كتاب القرن 21 مع أنه ما كان يهتم بأنه تقرأ كتبه إلا من قبل بعض أصدقائه والمقربين منه. لتتعرفوا على هربال رح اقترح عليكم اليوم روايته العبقرية عزلة صاخبة جدا، وهي رواية اللي صدرت مؤخرا باللغة العربية عن دار المتوسط وبترجمة لمنير عليمي. هانتا هو بطل هالرواية وهو رجل كهل أبله نوعا ما، ما بيشتغل بيشتغل فعليا بأبو مليء بالفقران، وعمله بيتطلب اتلاف الورق بمدينة براغ، ولكنه بيعرف عن وعي أو لا وعي قيمة بعض الكتب وبيحتفظ فيها وبيحيي شخصياتها برأسه. إذن هذا باختصار موضوع الرواية يلي من المستحيل اختصارها، ولكن يمكن القول بأنها حكاية جامع معرفي مهووس ينتصر على الدولة البوليسية يلي أرادت أنها تنتصر على المعرفة. هالرواية واجهت الرقابة هي بنفسها، بما أنه نشرها بوهميل هربال بنفسه بالعام 1976 ولم تنشر رسميا حتى العام 1989 بسبب رقابة الدولة البوليسية طبعا بوقتها. نعم. مريم صباح الخير. صباح النور. بونجور مريم. بونجور مريم، هل القارئ العربي عم يتعرف من خلال عزلة صاخبة جدا لأول مرة على هالكاتب التشيكي؟ يعني هل هالرواية هي أول ترجمة عربية لإله؟ في جواد، بالحقيقة هو عربيا كنا تعرفنا على الرواية التشيكي عام 1990 مع ترجمة ممتازة للشاعر العظيم اللبناني الراحل بسام حجار لروايته المهمة جدا، كمان فيهم تقروها، قطارات تحت الحراسة المشددة، يلي كانت صدرت عن دار الفارابي. الرواية رائعة بكل المقاييس، وبتتبع هالرواية حياة الصبي الخلجول يلي بدأ يتمرن للعمل بإحدى محطات القطار، ولأنه هالترجمة كانت نفدت من الأسواق بما أنه الكتاب كتير مهم والترجمة بديعة، أعادت دار الفارابي وبالتعاون مع منشورات المتوسط إصدارها أخيرا. وهالرواية كانت من الروايات يلي حققت لهربال شهرة عالمية واسعة، وتم تحويلها فعليا مرتين لفيلم سينمائي. خلينا نشوف شوية مشاهد قبل ما نكفي. نضل مع الرقابة وننتقل لخبر تاني، والخبر الأدبي الأبرز لهالفترة، وهو إعلان الروائي المصري علاء الأسواني صاحب عمارة يعقوبيان صدور روايته الجديدة ب 11 شباط، يعني الأسبوع المقبل، ورواية بتحمل اسم جمهورية كأن. طبعا هالخبر مهم بما أنه علاء الأسواني يعتبر من أبرز وأشهر الكتاب بعالمنا العربي، وعنده جمهور من القراء دايما بينتظروا بفارغ الصبر إصداراته، ولكن هالمرة خبر صدور رواية الأسواني مزدوج الأهمية، بما أنه هالرواية ما رح تصدر مثل ما جرت العادة عن دار الشروق المصرية اللي طبعت كل أعمال الأسواني، ولكن رح تصدر عن دار الأداب اللبنانية. ليش دار الأداب ومش دار الشروق؟ السبب هو بأنه اعتذرت دار الشروق عن نشرة لهالرواية، لأنه بتقول بأنه رح توضعها بمواجهة مع النظام، وكمان رفضت دور نشر أخرى نشرة. إذن كلنا بنعرف لأنه الأسواني هو معارض لسياسة الرئيس السيسي، وكان كمان منع من الكتابة بالصحافة المصرية، وكان كمان توقف صالونه الأدبي يلي كان يعقد كل خميس. ويبدو أنه بحسب ما سرب عن هالرواية إنها إشكالية وكتير جريئة، وهالرواية بتدور فكرتها مثل ما تم التداول حول الديكتاتوريات، وبتتضمن الرواية نقد حاد للعسكر وعقليتهم وللإسلاميين
وثقافتهم. إذا مثل ما قلت كتير إشكالية، ويبدو كمان في اتجاه أنه هالرواية مش بس رح يتم منعها بمصر، كمان ببلدان عربية أخرى ما وفرن الأسواني بنقده الجريء واللازع. إذا يعني علينا ننطر. نعم. مع كل هيدا أمنا نحن قررنا ننشرها لهيدي الرواية. طيب مريم، فينا نقول أنه دار الأداب اللبنانية تجرأت بقبولها نشر هالرواية من بين كل دور النشر العربية اللي رفضت نشرها؟ يعني نحن أخدين ريسك؟ حتما جوال، اخدي ريسك. اختيار الاسواني، اول شيء بدي اقول لازم اوضح هالشيء قبل ما جاوب جوال، انه اختيار الاسواني لدار نشر لبنانيه له ثلاث اسباب. السبب الاول هو انه لبنان البلد العربي الاول من حيث الطباعه والنشر، ثانيا لبنان اكثر بلد بيقدم مساحه من الحريه مقارنه مع البلدان العربية الأخرى، ثالثاً دار الأداب تعتبر أكيد واحدة من أهم طبعاً وأعرق دور النشر بالمنطقة العربية. هلأ طبعاً دار الأداب هي حتماً مدركة بأنه علاء الأسواني هو من أبرز الأسماء الروائية بالعالم العربي، وأنه إن كانت هالرواية جيدة وإن كانت رديئة، لأنه في بعض الروايات له رديئة، معلش خلينا نقول هالشيء. بس هو حتماً مهضومة مريم، قالتها مثل ما هي. لا مريم بتقرأ يعني بتعرف وين المنيح وين المش منيح. أوكي. بس حتماً علاء الأسواني عنده جمهور كتير عريض بسبب روايته عمارة يعقوبيان، وأكيد كل دور النشر يلي رفضوا الرواية عينهم اليوم على هالرواية، ولكن طبعا بيخافوا على مصالحهم الكبرى، وكلنا بنعرف أنه الأنظمة إلى طرقها بترويض الناشرين. فإن شاء الله نبقى إن شاء الله نحن كلبنانية نبقى محافظين على هاي المساحة من الحرية يلي مثل ما أنت قلت. بعتقد رح نبقى جوا، لأنه هذا المشهد يلي بيشبهنا، وهذا مشهدنا نحن. ما منقدر بالآخر نعمل عكس طبيعتنا. مزبوط. نعم. يلا خلينا نختم بمشهد من فيلم عمارة يعقوبيان. أوكي مرسي مريم، بشكركن. ما جبنا كتير مزبوط قطايب. عن جد قطايب. نحن ضيفتنا لليوم ماي طرابلسي، رئيسة تعاونية قطايب بالريف، قطايب بالبي مش بالفي، رغم انه القطايف كمان طيبين، بس هي عندها مجموعة اكثر من بس القطايف. اهلا وسهلا فيكي. صباح الخير. رح نحكي عن اول شيء عمل عم بنشط الحركة الريفية، وثاني شيء عم بيرجعنا للمونة الطيبة اللي قلنا بالعادة هيك نشوفها على رفوف جداتنا بالضيع. من وين اجت الفكرة واي متى؟ صحيح. هلا قطايب الريف هو مشروع اقتصادي على صعيد الوطن ككل. الفكره اجت انه اليوم من الحاجه لمشاريع مجديه اقتصاديا، خصوصا بالمناطق الريفيه. أوكي. وكان بدنا مشاريع بتشبهنا وبتشتغل على الموارد تبعولنا، يعني ان كان الموارد كمواد اوليه او الموارد البشريه. كلنا نحن بنعرف انه كل الستات بالارياف اللبنانيه عندهم المهارات بتصنيع ما يسمى بالمونه، يعني كلنا بس نحكي مونه بنتذكر ستنا كيف كانت تعمل المربيات، اللبن المكدوس، الكبيس، الكشك، الزعتر البلدي، الخل. وعلى فكرة المونة اللبنانية هي ثقافة غذاء بحد ذاتها، يعني هالشي ما بتلاقيه يمكن بدول تانية، وهالشي مش عم نحكي عنصريا، بس لبنان يمكن يتفرد بأنه عنده هالثقافة بالأكل اللي كتير واسعة وصحي. وهلأ كنتوا عم تحكوا عن رضاعة طبيعية اليوم. هلأ خلينا نقول كمان أنه خلص الرضاعة، خلينا نروح مع الأطفال
الأول لأكل طبيعي ونرجع نكبر معه. واليوم كله المستهلك اليوم رايح على منتجات خالية من المواد الحافظة، بده أشياء طيبة أشياء طبيعية. اليوم رح نقول له أنه المونة اللبنانية هي إذا بدك مرجعك صار، لأنه تقدر يعني تلاقي. شغل بيت 100% شغل يعني بيت. كيف أماتنا بيعملوا المونة نفس الشيء بس بفرق شوي صغير. يعني اليوم نحن عم نشتغل بالهوية اللبنانية والوصف البيتية بس ضمن المواصفات والمعايير المطلوبة لسلامة الغذاء. أوكي. يعني اليوم أنتوا عم يعني في رقابة على هالموضوع. خلينا نحكي أكثر عن الرقابة بس أكيد. بعد ما نشوف هيدا الفيديو الصغير. أوكي. وكانوا عم بصنعوا لبنه. يعني اذا بدي خلينا نقول كل منطقه عم تتخصص بالمنتج الزراعي والحيوان الموجود فيها. لحظه، يعني اللبنه مثل ما اماتنا بيعملون بيقطعوهم بالكيس، نقطعهم بالكيس نفس الطريقه بس بطريقه كثير مضبوطه حتى ما يصير في اي تلوث غذائي. لان اليوم مثل ما بتعرفوا بلشت العالم توعى للامور، ومثل ما عم تسمعوا على طول انه في حمله لمكافحه فساد الغذاء. فينا نقول للناس انه اذا اكلوا منتج بلدي مش معناته انه هالمنتج هو عم عمل كيف ما كان او تحت الشجره، لانه عطول مش عطول بلدي يعني العالم بتحب تسمعها بتعطي انطباع جيد. لا، بدنا نقول لهم لما نقول بلدي ومن قطايب الريف يعني كله مضبوط حسب المعايير مواصفات كله مفحوص. شو في فرق بين تصنيعكم وتصنيع المعامل؟ اليوم مثل ما كنا عم نقول نحن منتجاتنا بلدية، يعني منشتغل على المواد الأولية الطازة واللي هي بأغلبها كل المنتجات اللبنانية المتوفرة. يعني لما بقول مشمش بكون عم بشتغل المشمش اللبناني وبموسمه. وفي عنا شغلة أمرات يمكن ننقطع من منتجات بس الزبون اللي بيعرفنا بينطرنا لأنه بيعرف نحن منشتغل على الموسم، منه شيء معلب مننزله منعمله تحلية أو منحله ومنعلبه. تعملوا حلو مالح على فكرة، يعني حلو ومربى والى اخره وكبيس ومكدوس. مثل ما قلنا عم نعمل مونة تقريبا بحدود ال 100 منتج اللي صاروا مثل ما بيقولوا ضمن المعايير. يعني كنا عم نقول مونة، مونة عم نقول مربى، مونة عم نقول لبنه، مونة عم نقول مكدوس، زعتر، وكل منطقه تتخصص بالمنتج الزراعي الموجود فيها. يعني لما بقول انا الزباع البلدي يعني عم بحكي منطقه جنوب قضاء بنت جبيل. لما بنقول خل نشيل هيدي ليبينوا كلهم ردي. أوكي. كل منطقة هي بتصدر الشيء اللي هي مشهورة فيه. التعاونية بتربط الزراعة الموجودة عندها بالتصنيع الزراعي. وأكيد أنت مثل ما بتعرفي أنه لما نقول مونة يعني في مهارات أصلا موجودة ومرتبطة بالموجود كان بالمناطق. يعني هلأ لما بقول دغري أنا مكدوس عم بقول بقع شمالي لأنه هو البتنجان الموجود للتصنيع هو يزرع بالمناطق بالبقع شمالي. اليوم لما بقول خل تفاح بدي روح على الاعالي، بدي روح على الجبل. اليوم لما مثل ما عم نقول زعتر زباع بدنا نروح على بعض المناطق بلبنان مثل بمنطقه بنت جبال مثل بحصارات جبال. يعني جربنا ناخذ مثل ما كنا عم نقول من كل منطقه التميز فيها من حيث المنتج الزراعي والمهارات الموجوده للتصنيع. اغلى من غيركم؟ هلا بطبيعه الحال المنتج الطبيعي مثل ما قلنا اللي عم بيشغل وبايادي بأيادي لبنانية وأيادي سيدات لبنانية بده يكون مقارنة مع الرف اللي بيتصنع بالمعامل وعبر الآلات أكيد أغلى. بس إذا بدنا نقارن فعليا نحن كثير رخيص نسبة للي عم ناكله.
يعني هن النساء تبع المنطقة بيشتغلوا هدول المنتجات بس بالمصانع تبعكم؟ خليني ما اسميها مصنع، بالمشغل، بالمشغل بالأتوليه تبعهم، لأنه بعدهم عم بحافظوا رأس مال المنتج شغل دياتهم، بس عم بينشغل بطريقة احترافية ليقدروا يبيعوه ويطلعوا مداخيل إضافية لعيالهم ويكفوا يبقوا بضيعتهم. يعني هو سارك الاقتصادي صح، هو حلقات مربطة مع بعضها لنوصل للنتيجة أنه معلش الزراعة بلبنان بتشكل نسبة كتير عالية، خلينا ننميها. ونحن عنا هالتنوع الزراعي بالبلد بده يعطينا هالتنوع بالأكل، يعني كله نحن متنوعين بالبلد من كل شيء، وخلينا بس نستفيد من التنوع، الأهم للتنوع بالأكل. يلا. بعد في فيديو تاني صوت وصورة هالمرة. يلا. نحن بتعاوني اسمها نجمة الصبح، هي بضيعة اسمها المحيدسة بقضاء رشية. شو اسمها المدام؟ اسمها وفاء القاضي. بعرفها بحبها كثير. اوكي يمكن نرجع نشوف هيك صار في ياخذ. طيب هلا برجع بيمشي الفيديو. قديش بتحسي العالم صار عندها وعي انه لازم تاكل صحي اكثر، لازم تاكل عن جد مونه نظيفه طيبه بلديه؟ رغم لو كان سعرها شوي اعلى، هلا اكيد الوعي هو وين ما كان صار، ومثل ما قلنا يعني هلا الترند الجديد خلينا نسميه لنلحق شوي نواكب بالعصر، انه نروح على المنتجات الخاليه من المواد الحافظه والملونه، وهالشيء تلقائيا رح يلاقوه بالمنتجات. يعني قد الاكسبايري ديت تبعهم بيطبعوا المواصفات والمقاييس ان كان اللبنانيه لبنار او مواصفات الاف دي اي الامريكيه او الساس السعودي، يعني مواصفات يعني ما تتبع العالميه. اليوم الزعتر عم لا سنه عندنا المربيات، سنتين الشرابات 18 شهر، الاشياء اللي بالذات بنروح فيها على 9 اشهر لانه بنخاف من الاكسده، هاي شراب المشمش اللي هي شغله كثير طيبه بتذكرك بنقوع القمردين اللي بيتاكل مثلا بشهر رمضان. يعني مثل ما قلنا عم ناخذ التخصصيه تبعت المنطقه ديليوشن مع المال وبنشرب. يعني لا قمردين هلا على فكره مع فيها دبس اذا ما بدها سكر مضاف. هلا الفكره انه كل هالمنتجات هي عم تنجمع بمركز بنسميه نحن مركز تجمع المنتجات اللبنانيه بالجميزي، وعم اللي عم بيصير على طول في تذوق دائم للمنتجات، وحتى عم نروح على الطبخات التقليديه من الانجريدينز اللي عم نشتغل فيها، يعني عم ناكل الفريك البلدي بدبس الرمان بحامض الحصرون بالخل. فهي الفكره انه من هالمنتجات كمان عم نعمل الوجبات اللبنانيه الاصيله، بس كمان اللي هي اذا بدنا ندرسها صحيا هي اكثر شيء امن للاكل ومتنوعه. يعني اليوم لما بقول لك سلطه الفريك، عندنا فريك، عندنا دبس رمان، عندنا بندوره، عندنا زعتر بهالوجبه الصغيره، يعني تقريبا غذاء متكامل. لما بقول لك التحليه رح تكون دبس الخروف مع شويه ميزان، اللي كله صحه وعوافي بيعطي ميزان. ما بيعطي وزن وفات، بيعطي مصل عضلات. اوكي ماي ترابلسي رئيسه تعاونيه قطايب الريف، نحن بنشكر حضورك معنا، بنحييكم على هالمبادره وبنحيي كل السيدات اللي عم يشتغلوا معكم يلي متمسكين بارضهم وبضياعهم وبدهم يبقوا هنيك. برافو. اكيد. وانا بس بدي وجه التحيه تعقيبا على 1600 سيد اللي بيشتغلوا معنا وفريق عمل قطايب الريف، وبنتمنى للجميع انه يزورونا بمركزنا يذوقوا ويستمتعوا ونبلش عن جد اقتصاديا وصحيا نمشي بموضوعنا. اوكي اهلا وسهلا فيك. بريك نرجع نتابع حلقتنا.